أطلقت وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع مجمع يتيم ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أطلقت مسابقة الشباب لريادة الأعمال والابتكار. هذه المسابقة تعتبر واحدة من البرامج التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة لإثراء عام الشباب البحريني 2022، حيث تهدف إلى تحفيز المواهب الريادية البحرينية الشابة في مختلف القطاعات وصقلها وتمكينها وتوفير الموارد للنمو وتطوير الأعمال، كما تسلط الضوء على الدعم المجتمعي والاستراتيجي للشباب والشراكات الخاصة والعامة لترك الأثر الإيجابي وبناء منظومة ريادة فعالة. ويشتمل البرنامج على عدة مراحل، من بينها اختيار المشاريع المبتكرة مرورا ببرنامج تدريبي مكثف، وختاما اختيار أفضل خطة مشروع.